وفي فقرة واتساب اللاعب محمد قاسم يوجه رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني والجماهير قبل مواجهة عمان. صح بعيد عن المنتخب، لكن بنفس الوقت أنا متابع للمنتخب الوطني، متابع للكادر التدريبي ولجميع اللاعبين. صراحة أشوف هذه النوعية من اللاعبين نوعية متميزة وجودة، صراحة تبقى الاختيارات للكادر التدريبي في اختيار الأفضل في سبيل الحلم الوصول إلى تصفيات كأس العالم إن شاء الله. جماهيرنا العزيزة تعطينا دائما دافع معنوي مهم في سبيل تحقيق النتائج الطيبة والأداء الطيب اللي يليق بسمعة الكرة العراقية إن شاء الله. اتحاد